يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مع أستاذ ميثاقات طلابنا الصف الثالث متوسط، عدنا وإليكم بمادة اللغة الإنجليزية اليونت الثاني. عدنا محاضرتنا اليوم طلابنا الأعزاء اللي هي، خلنا نجيب القلم هذا، الماضي البسيط. طلاب مثل ما تعرف الماضي البسيط هذا الزمن، زمن الماضي البسيط مهم جدا للطالب. وقبل أن نبدأ بالماضي البسيط نحتاج شيء واحد، وهو نعرف شنو يعني الماضي البسيط باللغة العربية. يعني شيء حدث في زمن الماضي، حدث وين؟ في زمن الماضي وانتهى خلاص. شو اسم زمن الماضي البسيط باللغة الإنجليزية؟ اسمه past simple. شو اسمه؟ اسمه past simple. جيد، هذا الباس سيمبل شنو دلاله ومنين وشون نعرفه؟ انه هاي الجمله احنا تعلمنا وقلت لكم طلابنا الابطال لازم تعرف الزمن من خلال دلاله تخليها بذهنك. فدلائل هذا الزمن، دلائل زمن الماضي البسيط شنو هي؟ تعالوا وياي. دلائل زمن الماضي، انتبهوا وياي، دلائل الماضي. طبعا طلاب دلائل الماضي هنا أنا. اوكي، اللي هن كلمة last، مثلا last week، last day، last month، last hour، اي وحدة. كلمة past نفسيتها كلمة past يعني ماضي. كلمة ago معناها فيما مضى. كلمة yesterday معناها البارحة. كلمة today morning، لاحظ today وحدها زمن مضارع البسيط المستمر. today morning إذا وياها كلمة morning معناها صباحا، اليوم صباحا زمن الماضي. أو ممكن تجين this morning هذا الصباح، يعني شيء حدث في هذا الصباح. اوكي، السنين السابقة يعني الاشياء اللي حدثت في السنين السابقة. او كلمة when I was، when I was عندما انا كنت، او عندما هو كان، وهكذا. هذه شنو هي؟ دلائل زمن الماضي البسيط. زين، هاي الدلائل إلها مثلا فد تأثير على الجملة؟ لا، ما إلها أي تأثير على الجملة. شنو تأثيرها طلاب؟ شوف الدلائل مجرد راح تدلك إنه على هذا الزمن، وهذا الزمن بواجبة راح وين يعني يوجهك إلى القواعد، وهاي القواعد راح نتعلمها أنا وياك. قواعد الزمن هذا، زين نجي هنا. كل زمن بكم حالة؟ ثلاث حالات. كم حالة؟ ثلاث حالات. والحالة الرابعة طبعا اليوم اللي هي راح أعلمكم عليها. أول حالة في المثبت فاعل، لاحظ، زائد فعل ماضي. يعني الفعل لازم تحوله للماضي. الفعل يتحول للماضي بطريقتين، وان شاء الله اشرح لكم هذه التحويل مالتها. زائد تكمله، هاي حاله مثبت. اوكي، الحاله الثانيه فاعل زائد didn't، لاحظ زائد شنو؟ didn't. زائد فعل مجرد، فعل شي يكون مجرد، يعني أنا إذا جيت لقيت الفعل ماضي ويريدها من عنده أحولها لنفي، أقول له didn't والفعل أرجعه مجرد، يعني ما أخليه يعني فعل بالماضي. أوكي، زائد تكملة، هيا حالة النفي. بالسؤال طلاب did، لاحظ، زائد فاعل،
زائد فعل شو يكون؟ ايضا فعل مجرد. اذا دخلت الدد سواء ددنت بالنفي او بالسؤال الفعل راح يرجع مجرد. اذا منطقيا هو مجرد خلص هي هاي. زائد تكملة زائد علامة استفهام. هذا شنو هذا يا حالة؟ السؤال. طلاب الاعزاء هنا بالحالة الرابعة لازم تتعلم. بعد احنا وصلنا اليونت الثاني لازم نتعلم الحالة الرابعة شنو هي. شوف اذا اجاني دبليو اتش كويستشن شنو هو؟ علمتكم علي اعتقد. الدبليو اتش كويستشن مثل كلمة وات وين واي و وير وهو وهم كل هذه يعني الدبليو اتش كويستشن يعني ادوات السؤال بصوره عامه. يجن بالبداية ذا بحالة السؤال زائد did يعني تبدأ حالتك السؤال هنا did بال شنو small تكتبها زائد فاعل زائد فعل أيضا يكون مجرد زائد تكملة وعلامة الاستفهام. هاي حالة السؤال طلاب لازم تتعلم لها. إذا كان عندك بالبداية WH question اللي هو what, when, why, where, who, whom, okay, how, how many, how old, how much, كلها بال WH question ينصيح لها. أدوات السؤال اللي نسأل بيها إذا إجن لازم يكونن بالبداية. وين يكونن؟ بالبداية ثم تبدأ سؤالك. يعني هي لو تلاحظها لو تلاحظ هنا طلاب لاحظ هنا هي بالضبط نفس حالة السؤال لكن الدبليو اتش كويستشن وين جاية؟ جاية بالبداية. يلا هذا شو اسمه الزمن؟ زمن الماضي البسيط اللي هو الباست سمبل. دلائل هذا الزمن last past ago yesterday today morning this morning when I was يعني معناها عندما أنا كنت. أوكي هاي الدلائل لها مثلا تأثير على الجملة؟ نعم لها تأثير. شنو هو تأثيرها؟ فقط تأثيرها انه راح تعلم القارئ او الطالب تقول له يابا انت راح تحكي بزمن الماضي البسيط. اوكي زمن الماضي البسيط راح يقول لك اما تروح للقواعد مالتك اما مثبتة او نفي او سؤال بالحالتين الحالة العادية يعني حالة انه الفعل المساعد نخليه بالبداية اللي هو did او حالة اذا كان عندك WH question. واحنا متعلمين شلون نعرفها مثبت قلنا ما نلقى ما للنفي اللي هن نوت ولا نيجاتيف شرحناها طبعا فيديو الاول نفسيتهن نفسيتهن اللي اخذناهن شلون نتعرف مثلا اذا هناك لما كان عندنا زمن المضارع المستمر وشرحناه قلنا شلون نعرف انا في ساد نلقى لو نوت لو شني نيجاتيف. شلون نعرف هالسؤال؟ نلقى بالاخير علامه استفهام او نلقى اسك او نلقى كويستشن. ما لقينا ذني كلهن معناها مثبته. اوكي تعال يا شلون راح يجيني السؤال بالامتحان الوزاري؟ طبعا طلاب السؤال بالامتحان الوزاري يجي بعده الصيغ. الصيغه الاولى مثلا قال لك اي بلاي tennis yesterday نقطة. ايش قال لي؟ قال لي correct the verb. شنو معنى correct the verb؟ معنى correct the verb معناها صحح الفعل. correct the verb معناها شنو؟ معناها صحح الفعل. اوكي اجيت اريد اصحح هذا هذا الفعل بيا زمن لازم عند شيء يقول لي يابا انت تريد تصحح هذا الفعل تريده بالماضي البسيط. يلا خلينا نقول احنا نحكي على الماضي البسيط. اريد اعرف ليش تروح للماضي البسيط؟ زين ليش رحت له؟ لان هو موجود عندنا قاعد نشرح عليه. لا استاذ واحد من الطلاب يقول لي ممكن يقول لي استاذ عد كلمه يسترداي. بارك الله فيك. ايش عندك؟ كلمه يسترداي. وهاي كلمه يسترداي
هي البارحة. أنت منطيناها دلائل الماضي. عافية. إذا منطيك ياها دلائل الماضي، شنو تريدها بيا حالة؟ قواعدها بالمثبتة لو بالنفي لو بالسؤال. أستاذ هذه ما عندي لا نفي ولا سؤال، هذه إيدها بالمثبت. شو راح تحلها؟ بسيط حلها. I أحول الفعل إلى ماضي. تحويل الفعل إلى ماضي طلاب قلنا يتحول الفعل إلى ماضي بكم طريقة؟ بطريقتين. أما نضيف لإيدي قياسي، أو إذا كان شاذ نحوله تحويل شاذ، وراح نتعلم عليه هذا. أوكي؟ فهذا الفعل play هل هو شاذ من الأفعال الشاذة؟ صار ما نعرفها. جيد. بما أنه ما تعرفوها، المحاضرة القادمة إن شاء الله راح تكون أيضا تحويل الفعل إلى ماضي. وإذا ما عرفنا شلون نحول الفعل إلى ماضي، راح نواجه صعوبة بعدة أماكن، يعني بعدة مواضيع. والتحويل الفعل إلى ماضي جدا جدا مهم، مهم ووزاري. أوكي زين. I فإذن هذا ينضاف له إيدي. I played وكمل الجملة، ما عندي بيها كل مشكلة. تمام. سؤال ثاني، The boy went to the school. نقطة. نيجاتيف. شو معنى نيجاتيف؟ استاذ معناها نفي. بارك الله فيك. يريدها بحالة النفي. هسا انت جيت طالب يعني اول ما تعرف عليها قال هاي الجملة يريدها بالنفي. جيد. اذا هاي بحالة نفي اريد اعرفها بيا زمن. لا عندك لاست ولا عندك باس، انتبه وياي، ولا عندك اجو، ولا عندك يسترداي، ولا عندك توداي مورنينج، ولا عندك اي دلاله زمن الماضي. زين انت شو راح تحكم عليها؟ اي شو راح تحكم عليها؟ عافيه. البعض من عندكم عرفها. ايش قال؟ قال استاذ هاي جمله هي مثبته وبزمن الماضي، شلون عرفتها بزمن الماضي؟ استاذ هذا الفعل went، هذا اصله جو، يعني هذا ماضي. استاذ هذا الفعل ماضي، فمن خلال الفعل عرفت انه هاي الجمله بزمن الماضي. زين انت من عرفتها بزمن الماضي ايش توضح لك هسه؟ انه لازم ايش نعرف؟ لازم المحاضره اللي تجي ايش تكون؟ تكون ذو اهميه. ليش؟ لان عندي باليونت الثاني واليونت الخامس واليونت الثالث كذلك الباسيف فويس يعتمد على تحويل الفعل الى تصريف ثالث الفعل، وتصريف ثالث الفعل يعني اما ايدي او شاذ. فاذا راح نتعلم تحويل الفعل، بدون تحويل الفعل، بدون ما اعرف الفعل بالماضي او بالمضارع او مجرد، يعني مجرد هو، ما راح اقدر احل هواي من المواضيع. فاذا هذا بيا زمن، بزمن الماضي هاي الجمله، شيلها من عندك، ساديتها من عندنا نفي. عافيه تعال، هذا النفي، وين الفاعل؟ بعض الطلاب يقول لي ذا خطأ. طلاب الأعزاء، وأنا أحكيها مرتين وثلاث مرات وأربع مرات نشرحها. ذا هي أل التعريف. ذا واللي يجي بعدها هو هذا الفاعل. ليش أستاذ؟ غير ذا هو الفاعل؟ لا، ذيك تقصد عليها أنت ذي. ذي معناها هم. هذه ذا. وهاي الذي طلاب مو الفاعل، الفاعل اللي بعدها. ستنزل لو ما تنزل بالحل؟ نعم تنزل هي والبعدها. فthe boy, the man, the policeman, the mechanic مثلا، كل هذه الأشياء. أوكي؟ فالذي دير بالك هنا أنا. هسا شو تعلمت؟ ستعلمت اثنين، إنه الفعل أروح أنظر له ذا بزمن الماضي معناها جملة بالماضي، عافية إذا متحول ماضي. والشغلة الثانية تعلمتها هسه، تعلمت إنه الذي هي مو ذي. قلت هسه أنت بال
مكان صحيح. شو راح تحلها استاذ؟ نزل الفاعل حسب القاعده، فاعل يا هو استاذ ذا بوي. اوكي بعدها استاذ ذا دنت، بارك الله فيك. بعدها استاذ فعل مجرد، فعلك وينه؟ هذا اللي تعرفت على الزمن من خلاله اللي هو وينت. شو ترجعه استاذ؟ اصله جو. اذا ترجعه مجرد جو كملت. اعرف اعرف ايش بادر بذهنك. سؤالك تقول استاذ لو فرضنا انا قلت ذا بوي didn't ونزلت الفعل نفسي تجو وينت، يعني ما رجعت المجرد، صح لو خطأ؟ خطأ كلها 100%. واضح؟ للأسف خطأ. ما تحتمل أنه تكون جوابك مقنع أو من هذا القبيل. Where you go last مون نقطة. ايش قال هنا؟ قال هنا make question. طبعا make question. اوكي اجيت Where you go last month. لاحظ هنا طلاب ايش عندي؟ استاذ عندي last، هاي دلالة يا زمن. استاذ last دلالة زمن الماضي البسيط. زين خاف بعض اللي داخلين مثلا يقولون استاذ نواجهن الدلائل بزمن الماضي المستمر وشون نميزهن؟ شرحناهن، ارجع باليونت الاول شوف شون ميزاهن. تمام فهنا last يريدك تصحح او تسوي تعمل ميك. شنو معناها استاذ ميك؟ معناها اعمل اصنع كويستشن سؤال. اذا تعال اصنع لي سؤال جيد استاذ. مو السؤال عندي حالتين، بهاي الحاله لو بهاي الحاله ايش عندك هنا استاذ؟ دبليو اتش كويستشن اللي هي وير، تنزل معناها اين، نزلت. بعدها استاذ ديد، زين ليش did؟ صار لأن بحالة الماضي عرفتها من كلمة last، لازم did. عافية هاي did. صار بعدها الفاعل، يا هو الفاعل you. بعدها الفعل يكون مجرد، هذا الفعل يكون مجرد. ها بعض الطلاب من يشوفون هذا السلاش يختارون لو هاي لو هاي، صح لو خطأ؟ ايه عادي قولها ما فيها شيء. تمام لا حبيبي هاي مو اختيارات، هذه جو تنزلها نفسيتها. بالاخير لازم تكمل لاست مون بالاخير صار علامه استفهام. جيد هسه هاي شنو هاي؟ هذه وضحت عندك الصوره شلون تعمل سؤال في حاله اذا كان عندك دبليو اتش كويستشن. ناخذ سؤال اخر وهذا السؤال تحلوا لي انتم، يعتبر واجب عليكم. تمام تعال هنا ايش قال لي؟ بين قوسين طبعا قال لي هنا نيجاتيف. سواء قال لي نيجاتيف او ما قال لي انت مبين عندك نيجاتيف. هذا الي اند زيد نوت سليب اول ذا نايت يسترداي. اوكي نرجع المن للمطلب مالته نيجاتيف. بيا حاله بيا زمن سالب الزمن
ماضي. شلون عرفته؟ عندك يسترداي بيا حاله حاله شوفها انت شيريها. واضح طلابنا؟ هذا الزمن هذا كلش مهم. المحاضره الثانيه ممنوع منعا باتا طالب صف ثالث ما يعرفها، لازم الكل يعرفها والكل مطلع عليها والكل حفظوها المحاضرة القادمة إن شاء الله، لأن هذا يعتمد عليها. لهنا طلبنا، أتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بإيصال معلومة لكم ولو شيء قليل. لا تنسون طلابنا إبداعكم ولا تنسون جميع المرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.